إزاي أركب موسيقى على تعليق صوتي؟ أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من حلقات هندسة الصوت. وصلتني رسالة من فنانة اسمها ريم بتسأل إزاي أركب موسيقى على تعليق صوتي بحيث صوت الموسيقى ما يطغاش على التعليق الصوتي. الناس اللي بتعمل تعليقات صوتية بتحب دايما تحط في الخلفية، سواء خلفية درامية مثلا، صوت أصوات شارع مثلا، أو بتحط مثلا أصوات موسيقى، وفي نفس الوقت بتقوم بالتعليق الصوتي. أو الناس اللي بتعمل حاجات إذاعية، يعني مسلسلات أو حاجات في الإذاعة وفيها دراما، محتاج إن دايما الخلفية وقت ما يبقى الكلام شغال الخلفية تنزل شوية لوحدها. فاحنا دلوقتي هنشوف مع بعض تكنيكين نشتغل عليهم، إن احنا إزاي نخلي الخلفية دايما تنزل وقت ما الصوت يبتدي يطلع. زي ما احنا شايفين في الشاشة عندي، أنا عندي تراكين هنا. أول تراك من فوق ده تراك التعليق الصوتي، واللي تحت ده تراك الموسيقى. طيب نسمع تراك التعليق الصوتي الأول. أنا هسمعكم تراك التعليق الصوتي، وفرصة برضو إن أنا أقول لكم أنا عملت إيه في تراك التعليق الصوتي حبة حبة، وبعدين نشوف. أول حاجة نسمع صوت التراك من غير أي حاجة خالص، من غير أي تأثيرات صوتية، وفي نفس الوقت نسمع الداينامكس بتاعته، يعني العالي والواطي بتاعه كان عامل ازاي، وبعدين نشوف عملنا احنا فيه ايه عشان نظبطه. ده التراك الاصلي. ولدت الرغبة في أعقاب نظرة مفعمة بالإثارة، والسفينة تشق طريقها ضد التيار الهادئ القوي في أواخر فصل الفيضان. بدأت الرحلة من مدينتنا سايس ماضية جنوبا إلى بانوبوليس لزيارة أختي التي استقر بها الزواج هناك. زي ما احنا سامعين كده التراك ناشف شوية، في حاجات كتيرة عالية وفي حاجات واطية. يعني لو شوف هنا بالمنظر كده، في حتة واطية اهي وفي حتة عالية. نسمعها. مغلقت الأبواب والنوافذ كالجفون المزدنة لا تنبض بها حياة. هي طبعا حتة درامية عشان تبين جزء من اللي بتقري في تراك زي ده. لما بيبقى عندي التراك الصوتي متسجل وفي التغييرات الدرامية ديت، اللي هي من عالي الواطي قوي والصوت ينزل شوية ويطلع شوية، بحب في الاول اظبط التون بتاعي. اول حاجة بعملها على التراك ده اظبط التون بتاعي، بحيث كل واحد ليه صوته. يعني انا ليا صوتي العالي فيه ليه ليفل معين، والواطي ليه فيه ليفل معين. في حتة بتستخبى انا عايز اظهرها، وحتة بتبقى كتير قوي احب اخفضها. فانا رحت حاطط ايكولايزر على التراك ده لغاية ما وصلت لصوت حلو بالنسبة لصوتي. فانا هشغل ايكولايزر دلوقتي واشوفه. ادي الايكولايزر شغلته، عليت شوية الحتة اللي هي ما بين 1 و2 كيلو، ونزلت الحتة اللي في الوسط ديت اللي عند 800 شوية، علشان نشوف. يعني مش كتير، يعني انا بعلي ديسيبل 2 ديسيبل، او انزل الديسيبل 2 ديسيبل. نشوف، نسمع الصوت مع بعض سوا. ده الصوت بدون أعقاب نظرة مفعمة بالإثارة، والسفينة تشق طريقها ضد التيار الهادئ القوي في أواخر فصل الفيضان. ده الصوت مع الإيكولايزر. ولدت الرغبة في أعقاب نظرة مفعمة بالإثارة، بدون والسفينة تشق مع طريقها ضد التيار الهادئ القوي في أواخر فصل الفيضان. الصوت بقى يلمع شوية، يعني صوت لامع حتة صغيرة. تاني حاجة بحب أضيفها بعد الإيكولايزر، بضيف كومبريسور. ليه بقى الكومبريسور؟ وظيفة الكومبريسور إنه يخفض لي المسافة ما بين أعلى حاجة وأوطى حاجة، يعني قربهم شوية من بعض. فلو قربهم شوية من بعض بقدر أتحكم أنا في الليفل العالي والواطي، فأنا مش عايز الفروق تبقى كبيرة قوي بين العالي والواطي ده، أنا عايز الفروق تبقى معقولة نوعا ما. فأنا استعملت كومبريسور. كل السوفت ويرز اللي احنا بنستعملها يا جماعة هتلاقي فيها كومبريسور، تقدر تستعمل الكومبريسور ده. هقول لك أنا بالظبط ظبطت إيه في الكومبريسور عشان على صوتي أنا أو التسجيل بتاعي اللي أنا سجلته ده يخفض شوية بين العالي والواطي. عملت الريشيو بتاعتي حوالي 6.6، ده نسبة كبيرة قوي، يعني كل 6 ديسيبل يخفضهم
واحد لواحد ديسيبل يعني قوي جدا، يعني هيبقى من الفرق من كده، هيبقى الفرق كده، يحاول يخفض ما بين العالي وما بين الواطي. وفي نفس الوقت لقيت ان انا محتاج المدخل بتاعي ينزل 2 ديسيبل علشان الصوت كان عالي قوي في الاخر، ونزلت الصوت حوالي 3.5 ديسيبل الصوت النهائي، يعني المدخل بتاعه نزلته 2 ديسيبل والصوت النهائي نزلته كمان 3.5 ديسيبل عشان احافظ على الليفل ده. نسمع بدون وبعد الكمبريسور. ده بدون الكمبريسور. بدأت الرحلة من مدينتنا سايس ماضية جنوبا إلى بانوبوليس لزيارة أختي التي استقر بها الزواج هناك. مع الكمبريسور. بدأت الرحلة من مدينتنا سايس ماضية جنوبا إلى بانوبوليس لزيارة أختي التي استقر بها الزواج يعني هناك. اشتغل 2 3 ديسيبل، يعني هو ابتدى ينزل التراك وذات بتاعي. أصيل مررنا بمدينة غريبة. الإبرة بتتحرك، ده معناه إن الكمبريسور بيشتغل. مدينة تطل من أركانها عظمة غابرة. من -6 لماينس 3 ده نسبة ويزحف عايزة. الفناء بنهم على جنباتها وأشيائها. بس ما بينزلش قوي، مثلا ناقص 24 ويطلع لناقص 3، ده يبقى مسافة كبيرة قوي. مترامية بين النيل في غربا ومحراب الجبل شرقا. تمام كده؟ ده تاني حاجة أنا حطيتها الكمبريسور عشان أعمل الداينامكس دي تقل شوية، فأقدر أتحكم في التراك أكتر، لأنه تعليق صوتي، فأنا محتاج دايما أقدر أتحكم عليه والناس تسمع كل كلمة اتقالت، كل حرف اتقال واضح، وفي نفس الوقت ما غلوش برضو بالموسيقى الخلفية بتاعتي. تالت حاجة حطيتها على التراك ريفيرب. ليه؟ لأن الصوت بتاعي يعني ناشف، فأنا محتاج إن الصوت دوت يعني يبقى ناعم شوية، فحطيت الريفيرب بتاعي اللي انا شايفه دلوقتي قدامي دوت، يا دوبك حطيت 14% ويت و66% دراي، وسمعنا الكلام دوت. انا اخترت الهول يعني صالة، فنسمع بدون ونسمع مع، يعني نسمع الريفيرب بدون ونسمع مع. انا حط فيه دلوقتي. ولدت الرغبة في اعقاب نظرة مفعمة بالاثارة مع، والسفينة تشق طريقها ضد التيار الهادئ القوي في أواخر فصل الفيضان. هو صوت الريفيرب هنا باين عالي شوية، بس لما هندخل الموسيقى هتلاقي ان درجة الريفيرب اتسحب كتير منها مع الخلفية بتاع الموسيقى، فيا دوبك فضل منه الجزئية بالظبط اللي انا محتاجها عشان تنعم الصوت وما تخليش الصوت بتاعي ده يرجع ورا. الريفيرب بيخلي الصوت يرجع ورا شوية في التكوين بتاعي، فانا هخليه قدام لسه برضه في المقدمة، بس اسمع الكل يعني ما تظبطش الريفيرب اللي ده اخر حاجة بعد ما تحط الموسيقى كمان. تمام كده؟ فانا ظبطت التراك بتاعي بتاع الصوت بتاعي المعلق. دلوقتي هسمع تراك الموسيقى لوحده. لو تلاحظ في حتة هادية هي في الموسيقى، موسيقى رقيقة وحلوة. تبدأ تعلى، أنا شايف أعلى حتة جاية أهي في السكة. التراك عندي انا نزلته ل 14 ديسيبل، يعني عشان انزله يبقى في الليفل بتاعي دوت. انا دلوقتي 14.8 من 10. انا هسمعك دلوقتي التراك الاصلي كان عامل ازاي.
الوقت الصوت دوت مش عارف يطلع في المسجل صوت فيه ديستورشن، فهحفظه لما يجي الحته العاليه دي الحته العاليه زي ما احنا سامعين عاليه وواضحه وقويه، فانا هتغطى الصوت بتاعي بتاع المعلم. اول حاجه عملتها اني نزلت صوت التعليق دوت ل 14.8 ديسيبل، صوت الموسيقى اسف، هسمع معاها صوت التعليق من غير تاثيرات التعليق، يعني التعليق كان من غير ما احط عليه اي مؤثرات، لسه ظبطت الليفلين مع بعض يعني. ولدت الرغبه في اعقاب نظره مفعمه بالاثاره، والسفينة تشق طريقها ضد الطيار الهادئ القوي في أواخر، مترامية بين النيل غربا ومحراب الجبل شرقا، متعرية الأشجار خالية الطرقات. هحط تأثيرات دلوقتي بتاعت التراك، مغلقة الأبواب والنوافذ كالجفون المستنى لا تنبض بها حياة. نسمع الحتة العالية تاني مع آئها. مترامية بين النيل غربا ومحراب الجبل شرقا، متعرية الأشجار لو تلاحظ إن خالية الطرقات. بالذات في الحتة العالية الكلام ما بقاش واضح لأن غطت عليه الموسيقى. بعد ما أضفت التأثيرات بتاعتي بتاعت تراك الصوت بتاعي، التراك بتاع الصوت بتاعي رجع لورا شويه وخف صوته لان انا ظبطته بالظبط علشان يطلع الصوت معقول وحلو. دلوقتي تراك الموسيقى انا قربته منه بس لسه مغطي حته صغيره على تراك التعليق، فهعمل حيله دلوقتي ان انا اخفض بيها الاصوات بتاعتي بتاعه تراك الموسيقى في الاوقات اللي انا عاوزها، بحيث ان انا اوصل للنسبة ما بينهم تبقى شغالة. اول تكنيك بعمله ان انا بشتغل عن طريق الانفلوب، او عن طريق ان انا بعمل اوتوميشن اللي هو بتحكم في ارتفاع الصوت بتاع التراك وتخفيضه بان انا اعلي اوتوماتيك يعلى وقت ما انا عايز ويخفض وقت ما انا عايز. بعمله ازاي؟ كل البرامج السوفت ويرز بتاعتي اللي بتبقى موجودة في الهندسة الصوتية تقدر تعمل بيها الاوتوميشن دوت. الاوتوميشن ده ممكن يبقى على اي تراك انت عاوزه، انا اخترته دلوقتي عندي على تراك الموسيقى. هاجي عند الحتة العالية دي واروح عامل عقدة، واروح عامل عقدة تانية بعدها، واروح عامل في نهايتها عقدة وعقدة تانية بعدها، انزل الصوت مثلا 2-3 ديسيبل كمان. فهشوف دلوقتي بيفور ان انا عملتها وبعد ما عملتها. التي استقر بها الزواج هناك، ده التراك قبل ما اعمل اي حاجه. مترامية بين النيل غربا ومحراب الجبل شرقا، انزلها دلوقتي. متعرية الاشجار خالية الطرقات، مغلقة الابواب والنوافذ كالجفون المستنى. بكده انا حليت المشكله في الوقت اللي انا بيعلى فيه صوتي بتاع التعليق، بيخفض صوت الموسيقى ورايا شويه عشان تدي تحلي الفرصه ان انا ابقى انا في المقدمه. طيب انا لو اخدت التراك كله بقى قعدت اشتغل عليه كده بالاوتوميشن، ماشي انا ممكن اعمل الكلام ده، بس هياخد طبعا وقت طويل ومجهود طويل جدا. ف يعني ده يمكن انسب الحلول انك انت فعلا تخش على كل حاجه بدقه وتطلعها، ولكن في طرق تانية بقى نقدر نعملها دلوقتي تخلي لي الكلام ده بيحصل اوتوماتيك مع التراك نفسه بدون ما انا اقعد اعمل الوقت ده كله واضيعه. خلي بالك لو انت بتعمل تراك تعليق بتاع كتاب مثلا، ده هياخد منك وقت طويل جدا انك تقدر تعمل اوتوميشن دوت. تعالوا دلوقتي نشوف الطريقة التانية، بيسموها السايد تشين او السلسلة الجانبية. السلسلة الجانبية ركز معايا بقى عشان الموضوع ده محتاج فهم الاول قبل ما نخش عليه نعمله ازاي. يعني اول حاجة ايه هي السايد تشين؟ السايد تشين ده عبارة عن مكنة بحطها على جنب على التراك اللي هو اللي انا عايز انزله واطلعه كل شوية. كل ما التراك الاولاني يعلى اوتوماتيك ينزل التراك التاني وينزله تحت شوية. اللي بيحصل ده بيحصل عن طريق كومبريسور. الكومبريسور دوت محطوط على التراك بتاع الموسيقى بتاعي،
كل ما تراك الموسيقى ده بيسمع التراك بتاع الصوت، اول ما تراك الصوت يعلى الكمبريسور اللي سامعه دوت يروح منزل الصوت اوتوماتيك كام ديسيبل، 2 ديسيبل 3 ديسيبل زي ما انا عايز، بعمل الريشيو بتاعته بتحكم فيها وبتحكم في الارتفاع بتاعه. هنشوف دلوقتي هنعمل السايد تشين ده ازاي دلوقتي على تراك الموسيقى بتاعي. ادي التراك بتاعي اهوت بتاع الموسيقى، دخلت عليه كومبريسور، عملت الريشيو بتاعته عالية قوي 8 لواحد، يعني كل 8 بينزل واحد، والخمسة ديت نزلتها من 0 ل 5 عشان التراك يتحكم في الصوت بتاعي. من هنا خليت التراك يقرأ من الانبوت بتاعي اوديو 2 اللي هو كومنت، اللي مكتوب عليه كومنت. لو تلاحظ الكتاب اسمه التراك اسمه كومنت، بيقرأ من الاوديو بتاعه من هنا في السايد تشين بتاعتي، هو بيقرأ من السايد تشين. يعني كل ما الصوت بتاعي بتاع التعليق يعلى، كل ما الكمبريسور بتاعي يشتغل. نسمع مع بعض كده التراك في الحتة دي مثلا، ونشوف هيشتغل ولا مش هيشتغل الكمبريسور، مثلا الحتة اللي هي اللي فيها العالية دي، اللي هتحصل ان فيها العالية دي. شوف معايا دلوقتي الإبرة بتاعة الكمبريسور هتشتغل امتى ومش هتشتغل امتى. حطها قبلها من هنا مثلا. نباتها وأشيائها مترامية بين النيل غربا ومحراب الجبل شرقا، متعرية الأشجار خالية الطرقات. نسمع من غيره دلوقتي، حط في الكمبريسور وهشوف ان الحتة العالية دي هتبقى مغلوشة. مترامية بين النيل غربا ومحراب الجبل شرقا، متعرية الأشجار خالية الطرقات. شوف الصوت واطي ازاي بتاع التعليق، هشغل الكمبريسور وشوف الإبرة بتاعتي بتخفض الموسيقى في الوقت التعليق شغال فيه. مترامية بين النيل غربا ومحراب الجبل شرقا، متعرية الأشجار خالية الطرقات. ادالي ديسيبل 2 ديسيبل كده فرق في الصوت بتاعي بتاع التعليق، ده كان كافي لتوضيح صوت التعليق. انا بقرب صوت الموسيقى لصوت التعليق شوية بحيث ما يبقاش عالي عنها قوي وما يبقاش واطي قوي، والتعليق ساعات بيستخبى في حتت. اما بوصل للليفل دوت بشغل، بحط بقى الكمبريسور على السايد تشين على التراك بتاع الموسيقى. فبمجرد ما التراك بتاع الموسيقى يقرأ اللي هو الكمبريسور دوت يقرأ من التراك الاولاني، اول ما يلاقي الصوت اشتغل في التراك الاولاني يخفض الصوت التاني 2 3 ديسيبل في الحتة دي بس بالذات. طبعا لو انا كنت هعملها بالاوتوميشن، لو شفت انت الابره بتاعتي بتاعت الكمبريسور كانت بتتحرك ازاي، ده معناه ان انا لازم اخش في التفاصيل بقى واقعد اعمل اللي دي عاليه سنه ودي عاليه 2 ديسيبل ودي عاليه مش عارف ايه. طبعا مع لو انت فعلا عايز تعمل مجهود ده، لو اغنيه مثلا بنخش بالاوتوميشن كتير عشان نعدل حاجات كتير قوي، ولكن الاسهل لي في التعليق الصوتي لان بيبقى ممتد ووقت طويل ومجهود كبير جدا بيتعمل، ان اعمله بالسايد تشين ديت. ساعات برضو بستعمل السايد تشين ديت عشان اركب صوت المطرب على صوت الموسيقى، يعني انا عايز صوت المطرب ديسيبل ولا 2 يركب فوق الموسيقى، فممكن بان انا اجمع الموسيقى كلها في مكان واحد مثلا واعمل السايد تشين ديت تديني سنة صغيرة قوي لمعة للمطرب فوق الموسيقى وبتاع، فتوضح لي مين اللي انا عايز ابرزه. طبعا يعني كل الكلام ده يا جماعة احنا بنلعب في حاجات قليلة، مش معناه انك انت تلاقي التراك بتاعك مفارق قوي، الموسيقى عالية جدا والتراك مش واطي، او التراك اللي انت مسجله فيه عالي كتير وواطي كتير ما عملتلوش كومبريشن كويس واخد بالك، وتيجي متوقع ان السايد تشين تشتغل. لا، انت لازم تقرب كل حاجة وكله بيتلم مع بعضه في الاخر. نسمع بقى مع بعض التراك في النهاية كان عامل ازاي. دلوقتي انا فاتح كل المؤثرات. ولدت الرغبة في اعقاب نظرة مفعمة بالاثارة، والسفينة تشق طريقها ضد التيار الهادئ القوي في اواخر فصل الفيضان. بدأت الرحلة من مدينتنا سايس ماضية جنوبا الى بانوبوليس لزيارة أختي التي استقر بها الزواج هناك، وذات أصيل مررنا بمدينة غريبة، مدينة تطل من أركانها عظمة غابرة، ويزحف الفناء بنهم على جنباتها وأشيائها.
مترامية بين النيل غربا ومحراب الجبل شرقا، متعرية الأشجار خالية الطرقات، مغلقة الأبواب والنوافذ كالجفون المستنى لا تنبض بها حياة، ولا تند عنها حركة، يجثم فوقها الصمت وتخيم عليها الكآبة، وتلوح في قسماتها أمارات الموت. أجلت فيها البصر فانقبض صدري، وهرعت إلى أبي حيث يسترخي على أريكة فوق المنصة مجللا بشيخوخته، وسألته: ما شأن هذه المدينة يا أبي؟ فأجاب دون تأثر: مدينة المارق، المدينة الكافرة الملعونة يا مريمون. فرجع البصر إليها بانفعال مضاعف وذكريات منثالة، ثم سألت: ألا يوجد بها حي؟ فأجاب أبي باقتضاب: ما زالت المرأة المارقة تتنفس في قصرها أو سجنها وهو الأصح. ده بالظبط شرح للسايد تشين اللي أنا بركب عليه كومبريسور وأضيف البعد دوت، إن فعلا الصوت بالكمبريسور بيقرأ الصوت الأولاني ويخفف من الصوت بتاع التراك اللي هو محطوط عليه دوت مقابل الصوت الأولاني. هل ممكن السايد تشين دي أعمل فيها حاجات؟ ده أنا ممكن أعمل حاجات فيها كتير قوي. ممكن أركب عليها مش شرط بس كومبريسور، ممكن أركب عليها ريفيرب مثلا، ممكن يعني إيكو مثلا في حتة معينة، ما يقرأ حتة معينة يروح أعمل لي فيها الإيكو بتاعي مثلا. يعني انت تتحكم، تقدر تتحكم في السايد تشين دي، تعمل بيها حاجات كتيرة واطلق لخيالك العنان. انا بس شرحت في النقطة ديت ازاي اركب تراكين، واحد موسيقى وواحد صوت، سواء كان مطرب، سواء كان تعليق صوتي، سواء كان اي حاجة، والخلفية من وراء بتنزل سنة بس وقت ما التعليق الصوتي او الصوت بتاع التراك الاولاني يعلى شوية. اتمنى اكون افدت الناس اللي عايزة تعمل الموضوع دوت، واي اسئله اتفضلوا ابعتوها لي. بالنسبه للكتاب اللي انا قريت منه الجزء دوت، ده مقدمه من كتاب العائش في الحقيقه للكاتب الكبير نجيب محفوظ عن قصه اخناتون. يعني بصراحه من كتاب من اروع ما قرات عن قصه اخناتون، ومؤثر فعلا جدا. ادعو كل الناس اللي في القناه يحاولوا يدوروا عليه على الانترنت ويحملوه PDF حتى ويقروه، كتاب في منتهى الروعه. واشوفكم الحلقه الجايه.